هادو يعتبروهم ولادهم، اللي باغي يحج ها الحج قدامه، اللي باغي صدقة جارية ها الصدقة جارية قدامه. هي صرخة أب من بلدية عين الذهب بيتيرت من أجل علاج حنان وعبد الرحمن، طفلان مصابان بمرض جسدي وذهني عجز الأطباء عن تحديده، وترك والديهما في دوامة وصراع مع المرض والعوز. مانيش معترض حكم الله، محسو كيما نقولوا حنايا ربي عطاني كيما هاك ولا حاجة، بصح الله غالب من ناحية الماديين ما عنديش صراحة تتقال. دي حيفو يدير لها السبور ولا يجيب لهم عيشتهم. ما قالنا كنت ولي كما كنت وضع كما تبدا تعواج، كنت تصورها وتشوفها راه كراها بدا يهواج وبدات تهاكت ديكال من وظهرها بدا يقويس وتعصبت وراح حالتها راني نشوف فيها ترجع غير للأسوأ. فهذه العائلة المحتاجة والتي لا حول لها ولا قوة هي عاجزة اليوم أمام وضع اجتماعي مزري. اللي كوش اللي تديرها هي نديرها لخوها، لا غالب ما لحقتش ما عنديش، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كون ما تكون من الفتش انا القوطي تاع اليايوت هذاك ونوكلها ما تاكلش لحالها، واللي نوا يعاوني الله في سبيل الله يعاوني. انا انسان خوكم ومحتاج. انا نوجه غير رسالتي للناس المحسنين واللي دايرين ربي في خاطرهم ويشوفوا للاخره ويخدموا الاخره عاونونا لوجه رب العالمين. حالة حنان وعبد الرحمن تبكي الحجر قبل البشر، وقبل ذلك هي بحاجة لتضامن المحسنين والمسؤولين الذين يتناسون مثل هذه الحالات المحرومة، فما بالك بمصارعتها الدائمة للمرض.